انت اخوك شمسويه؟ منو قصدك؟ اكو غيرها؟ ساره. التويتر كله ما له حكي غير هالموضوع. لا هذه ينت رسمي. بالعكس انا اشوف انه برافو عليها، احسن من غيرها اللي قدامه يخافون منه ويصفقون له ومن وراء يذمون فيه. انطر عليها انطر، باكر ييها طراق ولا طراقين تلقاها طمطم وسكتت. لا عيل انتي ما تعرفين ساره عدل، ساره شخصيتها قويه وما تخاف. كل اللي سويته حطت له سؤال بتويتر، ليش ما يجاوب عليه؟ ليش يخلي الناس تطلع اشاعات؟ خلي يجاوب بالادله والبراهين. عرفتي من اللي خواف الحين؟ ساره بعد بنت هي، تربيتها هي اكيد امها معلمتها على طولة اللسان وقله الادب. حطي لسانك بحلجك ولا تتكلمين عنهم كذي. هذه ساره بنت اخوي وامها هي مربيه بناتها احسن تربيه. حطي بالك تتكلمين عنهم ماشي؟ يما بغوا يذبحونكم؟ اي والله هددوكم بالقتل؟ يا حسرتي. اي يما لا شوفي شكل يخوف، وهو متلثم وياي عند الباب عند ساره وتهجم عليها وهددها انه بيذبحها بس عيونه تبين. يما بسم الله عليكم الله يحفظكم حبيباتي. زين انا بس بعرف يعني انتم كنتوا بروحكم، ايش دعوه يا حافظ؟ ما في ناس، ما في احد حواليكم، شلون اصلا قدر يتعرض لكم؟ شيوخ ما كان في احد بالمواقف، فجاه توني رايحه ببطل السياره ولا هذا يطلع بي متلثم بس عيونه على قولتها. خرعنا اشوف يمين شمال ما في احد، قلوبنا طاحت فطونا والله خرعني. بسم الله عليكم الله يحفظكم. وانت عاجبك الوضع هذا كله يعني؟ انت وتاليتها معاك؟ يما وخر عن هالريال، ليه متى يا يما لين يذبحكم؟ بسج كيف اخليه يسوي اللي يسويه؟ وخر عن مشاكله وبلاويه يا يما يا ساره. يا يما انا كم مره اقول لك لا سبيته ولا تعرضت له في تويتر، انا قلت الصج هذا الريال منافق. يكتب كلام بتويتر وافعاله شيء ثاني، افعاله ضد كلامه يا يمه، يعني تخيلي انا الحين طول الوقت اقول لا تبقون البوق حرام وفجاه تشوفوني انا اكبر بواقه، هذا نفاق يا يمه، انا ما احب اسكت. لا اي لا تسكتين يا يمه، لان ذيك الساعه يصد عليك انت شيء وانت ما تقدرين تصدين عليه، وحتى لو صدتي بقضيه حبيبتي يطلع منها عادي، عقب انت اللي بتطيحين فيها. واخر عنا يا يمه، انت منتي قدهم، حرام عليك بتودين نفسك وتسبب المشاكل وقلمك الحر. وخي عنهم يا خيتي يا بنت الحلال، احنا ما قلنا لك انشعمي وسكتي وشوفي الغلط ولا تحكين، بس ما يصير كذي، ما يصير. كل الناس تعبر، كل الناس تقول رايها، كل الناس ما تعرف تشوف الغلط وتسكت، بس يحكون بينهم بين بعضهم، بين اهلهم، بين ربوعهم وناسهم، مو قدام الله وخلقه فاضحتنا اسمك بكل مكان، جايبه المشاكل، بغيتي تروحين فيها انت واختك، حتى اختك ما سلمت منك، عرضتي اختك وياك للخطر، سكتي. ما شاء الله، تبيني اسكت، انا اسكت وانت تسكتين وغيري يسكت، وين قاعدين احنا؟ وين قاعدين؟ لا حبيبتي انا ما اشوف الغلط واسكت، انا واحده ما احب كذي، ما اسكت، وبعدين الساكت عن الحق شيطان اخرس. ساره لا تسبحين في بحر عميق يا يمه، و6000 قرش حولك، ترى كلهم بيودرونك انت، بيعضعضون فيك لين يقطونك يا يمه، ما يصير يا يمه ما يصير، تكفين، يعني شنو تبيني ارتاح لما اشوفك ميته؟ بسم الله عليك يمه حبيبتي انت، يا بعد عمري يا وخيتي طيعيني. خلاص بس وخري عن هالمشاكل، هالمره الله حفظكم وعداها على خير، ما تدري المره الجايه ايش يصير، يمكن صدق يضركم. انا واحده ما اسكت لو على قصر قبتي، انا هذولي ما يهموني هالاشكال، بتم احاربهم واكتب عنهم لين اخر يوم بحياتي، زين؟ قلعتك، خلي يصير فيك زود بعد، ناصحكم فاضحكم، ما تبون احد ينصحكم انتو، بس تبي تسوون اللي براسكم. شلونك؟ تمام. انت شايبك هني الجامعه مو متخرج صار لك سنتين؟ هني علشانك، ما تدري متى انا دورت هني؟ وهي قطع، ايش تبي؟ ليش نفسي علي كذي حل؟ لا والله، انت نسيت الكلام اللي قطيته علي؟ انا ما ادري ايش فيني، ما ادري ايش يالي وكلمتك. يبا خلاص غلطة وندمان عليها. وي انت حتى حكي ما تعرف التحكي، ايش تبي خلصني؟ بس ممكن شيء معي تشوفين سيارة، طورنا من قبل بعد. اوكي. تفضل. يلا. ملقى. Thank you.
يا هذه السيارة ايش رايك فيها؟ لا لا من صدقك. امشيني من هناك لهني عشان توريني هالسيارة؟ زين ايش رايك؟ أنا أطق فيك فرة بسيارتي. لا مو من صدقك. أنا قلت جاي للجامعة ومتعني وحالتك حالة الحين بتوريني سيارة اسكت، سيارة باتمان. زين قسلها، قسلها على الأقل. امتنح، امتنح. أنت حتى وأنا حاجيك بالتليفون ما تتكلم ساكت، أنا أقرق، أسولف، أتحكى، أنت ساكت. شرها مو عليك. والله شرها علي أنا اللي سامعة كلامك وياي. واي. عندك سلف؟ وأنتي كلها تبين سلف؟ صيحة يبا صاير صاير شفيك؟ تعال شوف ما يهمك ما يهمك كسرت نص معيني زين خير يعني خير صار معون انكسر بدل ألف معون انت شفيك شفيك معيني هذول مو من هني من تركيا واذا من تركيا شنو صار؟ يبا لحظة اختك مو كل يومين طيحة بتركيا دقي عليها خد سفرتها الجاية تجيب طقم جديد انتهى صح كلامك تعال انتهي تعالي بس شفتي ماني مال انت سالري انا اسوي كت سمعتي ولا لا باخذ فلوس بشتري مواعين بابا انا بروح مكتب اي روحي 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 المكتب روحي فكيره من شرك غبيه شو بعدين وياك وبعدين وياك يبا هذه عاشر خدامه تمشي من عندنا يبا ارحميني ارحميني مكاتب الخدم احفظها ويي ايش تبين اسوي يعني غلطون واسكت مثلا انت ايش فيك انت معاي ولا معاهم؟ انا اللي مرتك مو الحين. لا حول ولا قوه الا بالله. يبا انت ما لقيتي احد تهاوشين وياه، تهاوشت ويا ظلك. اي صح. وخري زين. روح روح روح. امبي عصبت. نرفزتني، قاصده هذه قاصده تستهبل رسمي. شو اسوي؟ My beginner point class. This little ballet workout is perfect if you're a beginner and just starting on point. It's perfect if you are. ها بتين معي بيت خالتك؟ لا يما. أشوف إيش قاعد طالعين. أنا بفهم. إحنا ما راح نخلص من هالسوالف. يما ترى الباليه مو عيب ولا حرام. إيه بس أنا ما أبي بنتي تلعب باليه. إشلون؟ خاطري خاطري شي اتهاوش معاك على مكياج على اكسسوارات اقول لك روحي بدلي هالفستان مو باليه يما ترى انا بنت حالي حال البنات انت ولا صوب البنات اصلا البنات حبيبتي ينزلون السوق يشترون اكسسوارات ميك اب مو يفكرون بالباليه يما خلص هذا شيء انا احبه شتو تتزعلين بعد عشان باليه خلص انا راح اروح بروحي خليك انت هني الحمد لله والشكر